كاين باك صاحبي، كاين باك صاحبي هو اللي كاين. انا كنعرف واحد كنخدم معاه كنعيط ليه عاوتاني هنا وكنعاود نعيط ليه هنا. هذه مساله، هذا مشكل كبير وخصو يتلقى له حل. وهذا المشكل اللي خص الناس ديال التلفزيون هما اللي يلقاو له حل. علاش؟ لان الاداره هي اللي خصها كيف قلت لك تفكر في لا كومبيتيسيون اللي كتكون ما بين عمل وعمل، ان ما يكونش هذا العمل فيه هذا ويكون فيه هذا، باش تعطى فرص الاخرين. الممثلين كاينين الحمد لله، المغرب عندنا شباب اللي باينين. ناخذ نجم واحد ومعاه 10 ديال الشباب، ناخذ نجم في هذا العمل وناخذ معاه 10 ديال الشباب، وهكذا غادي نقدروا نمشيو بالعمل ديالنا القدام ونمشيو بالعمل ديال وكلشي يشتغل وكلشي يخدم ويتقام ارخص. لانك من الشباب اللي كيكونوا يلاه بادين ما تيكونوش يطلبوا امكانيات فلوس كثيره، تيقول لك انا بغيت نبان وتعرف ندير، وتيبغي يدير مجهود، تيبغي يبان ويدير بلاصتو.